سبتوها بحياة الله. كل عام بخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يخلينا يا كل عام بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا نعيم. ان شاء الله بنفرح فيكم. سلام عمي ابو صبحي. شبك عمي ابو صبحي؟ عم لك كل عام وانتم بخير. خلصنا فهمنا. ليش عم تحكي معي؟ خلاص روي ابو صبحي روي. واحد والله يا جماعه واحد والله. طولوا بالكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الدنيا ليله عيد والعالم الطنجره الكبيره تسعى الطنجره الصغيره والواعه الكبيره تسعى الواعه الصغيره. يا ابو صبحي الله يخلي لي اياك. هذا نعيم مثل ابنك. قوم نعيم قوم قوم يا ربعني قوم ابو سيد العمك. يلا يا ربعني طول بالك والله ما بيصير. لك هات ايدك والله ما بوس ايدك بحيط عليك. كل عام وانت بخير. يخرب بيتك. ايه ما عليك اهلين عمي ابو صبحي. كبري عليك كبري عليك. ان شاء الله ما تكون زعلان مني بس. ها خلص كل عام وانت بخير. ها انت بخير. لا بس مبين كانك زعلان. خلص ما انا زعلان. ايه من عيونك مبين زعلان. انا هيك عيوني عم تقول لك. طيب حليل خلص وحياتك ماني زعلان. طيب رايح جيب لك ارجيله لك. ايوه هذا حكي. اهلين ابو صبحي. طيب تعرف قصتكم ذكرتني بحكايه صارت عنا هون بالحاره بيت ابو قاسي. ابو قاسم الحناوي. ايه ايه عرفته شو هاي من كم سنه. لك الله يكثر من امثالك والله ما في منك بالدنيا. سمو الايدين تقبريني. احلى سهلين ايدين. يا اشياء بش الحلو. لك يمكن دبلاني بقى حماتك المره كان مش املما. يا خيتي لك خليه بالقلب يجرح ولا يطلع لبرا وينضح. شو بدي احكي لك لاحكي لك. هي بعد لحم بشوف احكي لي تقبريني. ايه والله في حكي كثير كثير. سعيد ابن ابو سعيد. برافو عليكي مشان سعيد ابن ابو سعيد. من يوم ما اجت اخته حكيت له عليه اشكال الوان تعليتي. بتشتغل بالجلبه لانه امي اماني بيشتغلوا بالجلبه. اكيد عاملين لبنتي جلبه. والله عاملين لبنتي جلبه. ما في كلام ما في كلام. تفرجي 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 الصفحه ان شاء الله. مين شبيك؟ ما في شي خالتي ما في شي. يلا رح صب لكم القهوة. لا معلش نحن منصبة تقبريني. ترى بنتك ها عم تعذبني. أي خامس عريس بجيب لها إياه ولسه متنحراسة. لك الله لا يحرمنا إياكي لأنه أنت بنت حلال. ما بدي أتجوز خالتي ما بدي أتجوز. هي تقبريني لك ذكريني جيب لك قطرميز مخلل الدكية فيه. عندي واحد فاضي. قومي ماما جيب لنا كاسة مي قومي. أمرك يا مو. يا اختي مثل مالك شايفتي يا طول النهار حاطه الحزم بالجرم وقاعده باوضتها لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتحكي ولا كلمه. انا فارقتها كثير. طيب شو بدي اعمل دليني على طريقه. هي حاطه بالخس انا هذا اللي فيه. ايه لك اختي مظبوط الله يجعله اله من حظها بنصيبها. يا حار بصراحه الجماعه ما بتعيبوا بس بيني وبينه بجوز عاملين لها جلبه لانه الام والخالي والعمه كله بيشتغل بالجلبه. تقبرني صحيح؟ هيك لك عم. قولي على قامتي اصلا عاملين جلبه لبنتي، جلبه جلبه جلبه، ما في كلام في جلبه. اذا طلع حظه ونصيبه هذا كله امر من رب العالمين. مظبوط برافو عليك. يعني بزمناتها اختي قالت عن واحد ما بدي اياه، ما ضل عريس ما دق بابنا، بعد 7 سنين طلع نصيبه. يوه سبحانك. ان شاء الله بيطلع سعيد نصيب بنتي بجاه لا اله الا الله. لك تقبرني أبوه ما رضي لأنه في مشاكل بينه وبين أبوه. أي شيء تاني قولي ما بفهم أنا. ايه؟ شو بيصير بين الرجال ببعضهم ما بفهم. برافو عليك. بس هلأ جايتي موضوع خطبة لناس جداد. بالله مين هن تقبريني مين هن؟ بيت أبو عبد الفرام. هدول اللي صار له طهور عندهم تبع ابن بنته؟ تبع ابن بنته. ييه بعرفه. شفتي ما شاء الله ما شاء الله. خزيت العين شو مبسوطين. الأب مسعى. مازوتات كتار عنده. والله شوفي ما بيلبس بناته الا الصيغه وهالاساوي. يا عيني الاواعي الحريره يا عيني. شفتي فرش بيته لك اذا منيح الله يقربه. الهي
المسابل كلها فاينه اللي بحب قلبي والله لك يا لطيف يا لطيف. شو بدنا نسوي؟ قولي لي شو بدي اسوي لها البنت حتى تقدر؟ بدك تقولي لها اللي قدها صار عنده ثلاث اولاد بتفكر حالها صغيره. ايه والله لك رفقاتها رفقاتها كل وحده عندها ولدين او ثلاثه. بكره بتعني استقبريني بتقعد بخليتك مثل البجه. الله لا يقدر الله يرضى عليكي. حاكيه انت اما انا بحاكيه انا بحاكيه انت ما علقتي. بس شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي؟ قولي لي شو بدي اعمل؟ يعني انا برايي ما بعرف انه هدول الجماعه شوفوهم وردي لي خبر. طيب تقبريني انا بحكي ابوه انا ما بقدر اعطيكي من راسي خبر لانه شور شور ابوه والكلام كلام ابوه انا ما دخلني. حقك تقبريني بنت اصول كل عمرك. الله يسلمك شو بدنا نعمل بتعرفي انت حبيبه قلبي بتردي لي خبر انا هالكم يوم بجيب شق عليكم شقتك. ميت اهلين وسهلين ومرحبتين بقلبي وبعيوني التنتين. تقبرني عيونك مو طولي بطير من ايدكم. لا لا اليوم بفتح له سيره المساء اذا الله راد يعني. يلا قولي الله. اشربي تقبريني قهوتك اشربيها. والله بردت يمكن. وينو قاسين؟ لا قاسي ابو نواف. اجا من السهره. ايوه والمحل مين بده يفتحه؟ خلينا نقول ساعه الله يوفقك. انت شو وسطي؟ كانك بدك تحكي شيء، في شيء؟ والله بدي احكي يا ابن الحلال بس خجلانه منك. قولي لشوف شوفي. مشان سعيد ابن ابو سعيد. مين ابو سعيد؟ ابو سعيد ما غيره. لا تجيبي سيرته بنوب، نوب! طيب ليش؟ والله الولد رايتنا وشارينا وشاري البنت. لكن نسيتي شو عمل معي؟ نسيتي؟ لك يا ابن الحلال، حط الاسود من جوا والابيض من برا. لا حول ولا قوة الا بالله. البنت اكبر منه، اكبر منه لك مقلوقة كبير. ايه ابو قاسم، شو نسيت انه اخذني انا اكبر منك بشوي؟ هداك الوقت غير هذا الوقت. أبو قاسم حط عينك بعيني. شو نسيت وقت كنت توقف تحت الشباك وتقول لي انزلي وأنا أقول لك يا دادا ما بنزل يا عيوني ما بنزل ما بنزل ما بنزل. الله الله على الصوت ما أحلى يا بنت الحلال. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني إياك. صعي ليش ما تغنيتي لي أنت مثل أيام زمان؟ آه طيب أنت وافق على ابن أبو سعيد وأنا بصير بغني لك دايما. هذا الولد ما له اسمه ونصيب عندي بنوب. ما له اسمه ونصيب بنوب. صباح النور تقبلني. صباح النور. شو شمستك عالي اليوم؟ والله يا بي اليوم تعبان تعبان يا بي. ايوه والمحل مين بتفتحه سيدنا؟ انا بفتحه يا بي انا براسي برو بفتحه. يلا كروش افتح المحل يلا. طيب ابرك يا بي بس صلي على النبي خليني اشرب قهوتي اول شيء. شو هاد؟ ايه صحيح رمضان ينعاد عليكم والله لا تؤاخذني يا بي ماني عارفه. يلا كروش براسي يا بي بامرك. يلا يا مو عيدنا. الله يرضى عليك. يلا كروش شو رح تعملي لنا فطور اليوم انت الثانيه؟ شو جاي على بالك؟ امبارح جبت لك 10 مقادم بتشلطيهم على النار وتعملي لي فتة مقادم اليوم. بس هي بتعطل مو شغلتك هي. وبتعملي لي فوت الفول بالخل اليوم. ليش الفول بالخل؟ كل الناس تاكله بليمون. انا قلت لك فول بالخل يعني فول بالخل منيح. عمرك بعمل لك فول بالخل شو بدك كمان؟ ما بدي غير سلامتي. الله يسلمك. اعمل لك صحن بطاطا مقليه وصحن باذنجان. ما في داعي تساليني شو الله بيكتب لك ساوي. حاضر. بدك شيء؟ بدي سلامتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه يبعث لي حمى عليك يا رب. ما بدي اياه يا مو ما بدي اياه. لك ليش لك بنتي كل ما بقول لك على واحد تقولي ما بدي اياه. اجاكي بياع الخضره قلتي ما بدك اياه. اجاكي التاجر قلتي ما بدك اياه. اجاكي تبع الضابطيه قلتي ما بدك اياه. لك مين بدك يا مو؟ ما بعرف ليش انا حاسيتك بس بدك تجوزيني لتخلصي مني. والمثل بيقول جواز العجول الندامه بالطول. يا عيني صارت البنت تمتك. لك بنتي يلي قدك تجوز وصار عندهم اولاد يا مو. بوس ايدك ما بدي اياه. مرتاح له قلبي مرتاح له. خاف لك شو بدي اعمل يا رب دخيلك يا رب. لك فرام. اهلا وسهلا ابن عمي. السلام عليكم. يعطيك العافيه يا بيبي. الله يرضى عليك. اهلا وسهلا ابن عمي. خير شبكم شو في؟ ما في شيء ابن عمي ما في شيء ما في شيء بنوم. شلون ما في شيء؟ صوتكم واصل لبرا. والله يا ابن عمي ما في شيء بس كنا عم نحكي هيك بقصة يعني. شو هي قصاتي لشو؟ يعني بنتك ما بدها تتجوز. شو هاد؟ والله هيك قالت لي. ليش مين اجى طلبها منك كمان مين؟ بيت ابو عبده الفرام.
اي والله والنعم من الجماعة. وشو قلتي له؟ قلت لهم يجوا بكره العصر. مو مشكلة، إذا أجوا وتم النصيب بتقولي لهم تاني يوم العيد الفرحة الكبيرة إن شاء الله. على عيني ابن عمي، على عيني. أنا هاي مرتاح شوي. اي قوم تقبرني، قوم لبين ما حضر لك الفطور. يا الله يا الله يا رب. قوم الله معك. يا ربي، طيب شو أعمل بحالي أنا؟ إذا هي بتعمل أبو سعيد يعني بنسى أبي. يو شو بكي لك بنتي؟ مع مين أنا عم بحكي؟ مع الحيط؟ شو بكي ما تردي علي؟ ليلي شو بك زعلانة؟ ما في شي يعني، ما في شي. لا بدك تقليلي والله غير ما تقليلي يا مو. الله يوفقك، يعني لا إله لأبي شي دوبارة حتى يلغي لي هالجوازة. لا تقبريني، لا لا لا، أنا ما بسترجي أحكي مع أبوكي بنوب. ما بتعرفي أبوكي عصبي؟ والله بيعمل فيني العماية. الله يوفقك يا مو، والله مو مرتاح قلبي لهالجوازة، يعني بهون عليكي إنه يعني اتجوز جوازة العمر والدهر ما حدا ماني طايقته. هو أنا ما بهون علي، لكن أنا ما بسترجي حكي أبوكي. تقبريني يا مو، يعني عم فكر بشغلة بس بدي إياكي تساعديني. إيه بساعدك إذا كانت معقولة بساعدك. عم فكر أعمل حالي مريضة، وإنتي قلي له لأبي إنه مريضة ما مغوصة أي شيء، بهي الحالة يعني من أجل جيت الجماعة لعنا. إيه عجبتني هاي الشغلة، لك تقبري قلبي، لك يلي بيريحك بيريحني والله. أنا رايح على المحل يا بنت الحلال، بس يجوا الجماعة الله يرضى عليكي، بتقومي بواجبهم مشان يطلعوا مجبورين الخاطر. ها ايه بس نحن أجلنا الموعد تقبرني. ليش أجلتوا الموعد بقى؟ لأنه بنتك مرضانة. ومن إمتى مرضانة؟ من امبارح المساء. أنا ما حبيتهم يجوا حتى ما يشوفوها مصرة، بعدين بيقلبوا. وين هلا؟ بأوضتها ليكا. ياسمين، ياسمين. ايه يا أبي جيتك. خير يا أبي؟ شو صاير معي؟ ما بعرف يا أبي، بس ممغوصة شوي. عفدك على حكيم لك يا أبي؟ لا لا يا أبي، أمي عملت لي نعناع وإن شاء الله بتحسن. الله يعافينا ياك يا رب. لك يا بنتي الله يرضى عليكي، فردي خلقتك بقى. لك فردي خلقتي، وهي بدي وما بدي، ما بدي اسمعها من تمك بنوب، فهمتي؟ امرك يا ابي امرك. شو رح تسوي هلا انت؟ رح تعطيهم موعد للجماعه؟ بنعطيهم موعد مثل ما قلت لي، ثاني يوم العيد بكون خلص رمضان. الله يرضى عليكي. ها وديري بالك على ياسمين. امرك بدك شيء ياسمينو؟ سلامة قلبك يا ابي، الله معك. انت بدك شيء؟ لا تقبرني، بدي سلامتك. الله يرضى عليكم يا رب. الله معك يا ابي. الله معك تقبرني. عليكي مالك هيني بنوب، خذيت العنحولة، خليتي أبوك يصدق كل الحيلة من أولها لآخرها. هي تلميذتك وبعجبك يا عمو. تقبري قلبي إلهي، تقبري قلبي. الله يرضى عليكي برضا. هلا قليلي شو بدنا نعمل على الفطور مشان أبوك؟ ما بعرف يا عمو، يعني قلك الدغري عنا فاصولية وعنا بندورة وبنعمل جنبها شوية رز. بس يلا قومي خرطي الفاصولية. يلا يا عمو يلا. لحقتك أنا. إلهي اجعل سعيد من حظك ونصيبك يا رب. وأنا لأنا أنا لأنا شو عملنا بالبولع شجر غنى، يا ريتني عطري ويمشي بسوق الحميدي، بركي بيمرو أبو قاسم برد السلام علي. الله الله شو مبسوطة، إلي 30 يوم ما شربت فنجان قهوة برواق، هلأ رايقة على شوفة البحر وعالنافورة. يا عيني يا عيني. ها يلا يلا. أهلين وسهلين ابن عمي. العام وانت سالمة إن شاء الله. وانت سالمة. أهلين بنور العين والله. تقبر قلبي الله يخلينا يا قيمة فوراس. العام انت بخير يا مو. وانت بخير تقبرني، الله يخلي لي اياك انت واختك. الله يخلينا اياك يا رب. الله يحفظك. وينها ياسمين؟ بأوضة ابن عمي. لك ياسمين، ياسمين. ايوه يا قلبي جيتك جيتك. كل عام وانت بخير يا ابي. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. كل عام وانت بخير، الله يخلي اياك وشبك عروس ان شاء الله. افرح فيك اخي، الله يخلي لنا اياكم فوق راسنا يا ابي انت وامي. الله يرضى عليكم انت واخوك يا رب. شلونك يا نور العين؟ والله مشتاقه لك تقبرني كل ساعه وكل عام وانت بخير. وانت سالمه ان شاء الله. الله يديم صحتك وعافيتك يا رب. الله يسلمك ويخلينا اياك. وانتم يا اولادي ان شاء الله الله يقدرني ويسعدكم. الله يخلينا اياك فوق راسنا يا ابي. إيه؟ الله يطول بعمرك يا ابي ويخلينا اياك يا حق.
ايه يا رحلين؟ تفضل. بدي اسالك سؤال قدام اولادي بس بتجاوبي عليه بصراحه. طبعا انت بتعرفني انا دائما صريحه معك. وانا بحبك لانك صريحه. ايه يلا حبيبي اسال. هلا انت بقديش بتكبريني بالعيد؟ كم سنه؟ 3 سنين. ان شاء الله العمر كله. الله يسلمك. لك خلاص ولا؟ خلاص ليش عم تنكشني؟ خجلت على ياما يا عمي. مو شغلتك هي. امرك يا عمي. ايه يا ياسمينو؟ انت ان شاء الله بفرح فيك عن قريب يا رب. امين يا رب. ان شاء الله. وانتي لك ان شاء الله بتمشي على رمشي. ايه يتبر قلبي يلا خليني اياك الهي. مين اجى لعنا هلا؟ دق الباب. ايه والله لك هلا نروح نحن. روح والله معكم. شو شو فيني شروه؟ الله معك. خير قاسي؟ مين جا؟ يا قاعد واطي مختار وسعيد وأب سعيد واقفين على الباب. قلن يفوتوا يا أبي، قلن يفوتوا. خير. شو بده أب سعيد وأب سعيد جايين كمان؟ إن شاء الله خير. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا، شرفوا. يا الله يا الله. تفضلوا أهلا وسهلا، تفضلوا. يلا أهلين بالمختار. السلام عليكم. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. يا قاسم. الله يحييك، تفضل عمي وسهلا. السلام عليكم. يا عمي أب سعيد. السلام عليكم. أهلين أبو قاسم. يا عمي تسالي. الله يسلمك يا قاسم. أهلين عمي سعيد. فوت يا ابي فوت لتشوف. والله ميت اهلا وسهلا. علي بن مختار. ميت اهلا وسهلا. السلام عليكم. العام وانتم سالمين ان شاء الله. تفضل سالم. علي بن مختار. ان شاء الله كل عام وانت بخير اخي ابو قاسم. اهلا وسهلا فيكم. اخي ابو قاسم انا قاصدك شغلتي وان شاء الله ما بتردني خايب. تفضل مختار، تفضل. الشغله الاولانيه بدي اياك انك تتصالح مع اخي ابو سعيد. لانه هالايام هي ايام فضيله. بس والله اللي عملوا فيني مو قليل يا مختار، مو قليل بنوم. ما بدي ارجع اقول لك، هالايام هي ايام فضيله وما بصير تضلوا متزعلين. امرك مختار امرك. اخي ابو سعيد. مرني مختار. قوم بغسل شواربه لاخي ابو قاسم. تمون على راسي مختار. غلطنا منك سماح. يا ابو سعيد. كل عام وانت سالم. وانت سالم. اهلين يا ابو سعيد. اسمح لي يا بي. خير شو في؟ القصة ما خلصت، ما خلصت ابدا. شو في؟ احكي قدام الحاضرين. اسمعني مختار. اسمعني عمي ابو النور. تفضل احكي. هذا الرجال اللي قاعد قدامكم دايم الدوم بيمرق ناحي المحل، لا بيسلم ولا بيلتكش وبصير يتزور. خلصنا قاسم؟ هون حفرنا وهون طمرنا. لا ما خلصها يا بي. خلاص ولا؟ قاسم ضاعت ولقيناها وعم اقول لك عندي انا. امرك مختار. امرك انت والعدوات ورجال الحاره وابي على راسي من فوق. امركم سعيد. مو مختار. قوم بوس ايد عمك ابو قاسم وبوس شوارب قاسم هو عامله شو. امرك وجهك وجهك عمي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. قوم ولا قوم. سامح سامح سعيد. الله هيك إيه اصلا لعبه سعيد. الله يرضى عليكم. الله محيي اصلك يا ابو قاسم. الله يرضى عليك يا سعيد. شو الطلب الثاني مختار؟ الطلب الثاني اخوك ابو سعيد قبل هالمره طلب كريمتكم لابنه سعيد وانتم ما وافقتوا. وهالمره هي انا وجهاء الحاره جايين نطلبها منك وان شاء الله ما بتردنا خايبين. بس يا مختار كريمتنا مثل ما بتعرف انه بتكبروا لسعيد وانا ما بدي اياه يصير فيه مثل ما صار فيني. بتعرف حكي الناس وقولها يعني. العمر ما بيعيب ولد السلام. اللي بيعيبه هو تربايته. وبنتك الغالية مرباية على غالي وانت بتعرف سعيد شلون مرباه. والله والنعم منه ومن تربايته. مشان هيك بديك ما تردنا خايبين. تكن على الله مختار، تكن على الله ونعمل اتكال. وعلى شي هاد سمعونا الفاتحة على نية التوفيق يا رب. بسم الله. ان شاء الله كل عام وانتم سالمين. وانت سالم. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا عن شان الله تفضلوا. لا تواخذنا اخي ابو قاسم، بدنا نمشي. بتعرف عجقة العيد بدنا نعايد على الاهل والقرايبين، فبتسمح لنا الله يخليك. وهلا يا ابو قاسم نحن بدنا نستأذن منك، لانك بتعرف العيد له عجقة ونحن ورانا كثير مشاوير. يلا عن اذنك. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. خد طريق قاسم، خد طريق. يلا يلا. خد طريق مختار. يا ميت اهلا وسهلا. ان شاء الله بيكون عامر. يا عمي سعيد شرفتونا. الله يكون عامر.
انا اشتغلي هي ما رح بنسالك يا ارنوب، ان شاء الله بيتك عامر يا ابو قاسي. بحضورك ان شاء الله. سلام عليكم. هلا مختار. يلا السلام عليكم. يا ابو سعيد. السلام عليكم. يا ابو نوب كل عام وانت سالم. هلا عمي سعيد. ميت الف وسلام. ميت الف وسلام. وصلون قاسم وصلون. برشاد. العام وانتم سالمين ان شاء الله. مقاسم مقاسم نعم تبني ياسمين اي نعم 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 ان شاء الله كل عام وانتم سالمين ان شاء الله وانت سالم يا حفيده المختار والعضوات وابو سعيد وسعيد اجوا مشان نصالحنا وابو سعيد والله يصفي القلوب صالحته معكم ابو سعيد الحمد لله الحمد لله يا ربي وابو سعيد طلب ايد المحروسه وشو قلت له انت شو بدي له يعني وافقت الحمد لله بريني الف مبروك ألف مبروك يا أختي الله يبارك الله يخلينا يا كريم لا 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 يا جماعة إنه العالم بصباح العيد بتروح بتعايد بعضها وبتصالح بعضها وبتصفى القلوب يا أبو صبحي وإن شاء الله ربي بيعيدوا علينا عليكم بالخير واليمن والبركة والله أمين الله رجيلة دعمني أبو صبيح الله يرضى عليك علين لأنه شفت أبو كاسم جاي معه وجاهة لكم معه عالم كتير جاي لعنا لهون إيه؟ يا رطي السلام عليكم أهلين 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 بس إيدي يا أبو قاسم أهلين نور الله يعطيك الصحة مرحبا إن شاء الله كل عام وأنت سالم مرحبا مرحبا عيوني شرف 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 تفضلوا أهلا وسهلا وإن شاء الله كل عام وأنتم سالمين وأنت سالم حبيت أعرفكم صهري سعيد مسيناكم بأنوار النبي أهلا وسهلا عمي شرفنا مخدومكم ابني قاسم سلام على القبضيات يا ميت أهلي ما شاء الله حولك يا قاسم كبران والله وهي أبوه لصهري وشريك بنفس الوقت السلام عليكم ولي شرف كبير فيكم أنا كمان أهلين عمي أهلين أهلين وسهلين شرفنا عمي بسعيد أهلا وسهلا وهون هالطفل هاد بيكون ابن بنتي ما شاء الله ما شاء الله خزيت العين تعال عمي تعال يا حبيبي تعال يا روحي اسلم روحك إن شاء الله بتفوز الكعبة يا رب إن شاء الله هيك الله يوفقك بمناسبة العيد إن شاء الله كل عام وأنتم سالمين إن شاء الله بنعاد عليك بالصحة والسلامة الله يكرمك يا أبو النور دائما صاحب فضل الله يعزك حبينا نطهر الولد عنكم بالحمام وقبل ما أنسى إن شاء الله الله يتواخذوني يا ميت أهلا وسهلا صلوا على النبي أهلا وسهلا صلي على النبي الحمام وصاحب الحمام على حسابك الله يديمك يا أبو النور أهلا وسهلا لك قاسم وين العراضة لك أبي لك مو حاضر أبي يلا روحي بروح يلا شباب حرك أنت وياه صهر لك وين الحلويات يلا الله يرضى عليك الله يسعد مساكم أهلا وسهلا وعلى نية التوفيق سمعونا الفاتحة لحب النبي آمين يا حي يا قيوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا ميت أهلا وسهلا يا ميت أهلا وسهلا الحمام وصاحب الحمام على حسابكم عمي أهلا وسهلا هلو أحلى طلتها